بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة مراجعة مادة حيوانات اللحم. طبعا كنا تطرقنا على مدى الدروس السابقة أو الحلقات السابقة عن الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللحم، ثم تحدثنا عن أنواع حيوانات اللحم أو سلالات حيوانات اللحم، ثم وصفنا معكم حيوانات اللحم اللي هو الشكل الخارجي أو الشكل العام بالنسبة لحيوان اللحم. أيضا كنا تحدثنا أيضا عن التغذية في حيوانات اللحم، ثم تحدثنا عن عملية الذبح وإنشاء المجازر. كل دي هذه الدروس اللي احنا استعرضناها مع بعض في الحلقات الماضية أو في الدروس الماضية لمادة حيوانات اللحم. إن شاء الله النهاردة هنحاول نشوف الدروس دي كلها، ايه هي مواضع الاسئله اللي هي موجوده فيها او نوعيه الاسئله بتيجي ازاي. بس قبل ما ابدا في نوعيه الاسئله بتيجي ازاي، عايز اتكلم معاك بالنسبه لورقه الاسئله بصفه عامه. ورقه الاسئله بصفه عامه، ما تجيلك ورقه الاسئله، امسك ورقه الاسئله، شوف هو عايز منك ايه، السؤال الاولاني عايز منك ايه، تمهل فيه براحتك على قدر المستطاع. هل هو سؤال صح وغلط؟ هل هو سؤال اكمل؟ هل هو سؤال علل؟ هل هو سؤال اختار من المتعدد؟ هل هو سؤال توصيل او نوعية اخرى من الاسئلة وهي اسئلة المقال؟ ثم ايضا لو في عندك السؤال الاولاني، انت في جزء سعادتك انت ما انتش عارفه في الجزء الاولاني، تطرق للجزء الثاني بحيث الوقت او الورقة ما تعديش منك، المجهود كله ما يتركز معاك في سؤال واحد او في نقطة معينة. النقطة اللي سعادتك انت عارفها ابدأ جاوب فيها وابدأ تمخط فيها الأسئلة وحل الأسئلة واحدة واحدة، والنقطة اللي هي التانية بقى فكر فيها فيما بعد بحيث الوقت ما يعديش منك. طب تعال نتطرق مع بعض كده عن نوعية الأسئلة اللي هي ممكن تجيلك في مادة حيوانات اللحم لو استعرضنا مع بعض. مع أول حاجة من الأسئلة وهي أسئلة صح أو غلط، يقول لك إيه؟ بيديك مجموعة من الأسئلة ويقول لك السؤال ده هل هو السؤال صح أو السؤال غلط. وخلي بالك ركز في السؤال ذات نفسه اللي هو صح وغلط، ممكن تلاقي في حتة غامضة في السؤال، فعايز فهم من سعادتك وعايز تركيز عشان تقدر تجاوب على السؤال وتقدر تتطرق إلى السؤال التالي. السؤال الأولاني عندنا هنا بيبدأ بإيه، صح أو غلط؟ بيقول إيه السؤال؟ تعتبر اللحوم بنوعيها سواء كانت لحوم حمراء أو لحوم بيضاء مصدرا للبروتين الحيواني. طب هو عايز هي الكلمة دي صح ولا غلط؟ طب تعال نشوف مع بعض. تمام، برافو عليك، انت محضر معايا وجاهز معايا. النقطة الأولانية فعلا إجابة صحيحة، علامة صح. النقطة الثانية، يمثل إنتاج اللحوم الحمراء في مصر حوالي 75% من جملة اللحوم المستهلكة. اللحوم اللي هي المستهلكة اللي هو يبدأ الإنسان يتغذى عليها كلها سواء كانت لحوم حمراء أو لحوم بيضاء، بتمثل حوالي 75% من إنتاج اللحوم اللي هي موجودة عندي كمصدر للإنتاج الحيواني أو كمصدر للبروتين الحيواني. طبعا سامع واحد بيقول لي الإجابة صحيحة، وفعلا الإجابة صحيحة. نقطة أخرى، بتعتبر حيوانات اللحم مستهلك جيد للأعلاف الخضراء والجافة. احنا كنا تطرقنا مع بعض ان قلنا الحيوانات اللحم بتحصل على سواء كانت تغذيتها من الأعلاف الخضراء او الأعلاف اللي هي المالئة، وتبدأ انها تحول هذه الأعلاف الى منتج داخلي في داخل جسم الحيوان في صورة لحم. بقى اذا الإجابة عندي تمام، برافو عليك، اذا الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. طيب في سؤال تاني او في نقطة تانية اخرى بيقول لك ايه، تساهم حيوانات اللحم في تخصيب الارض الزراعية. طب احنا عارفين ان الارض الزراعية بتتطرق لها الاسمدة اللي هي الحيوية او الاسمدة البلدية، يبقى اذا حيوانات اللحم بتساهم بمقدار كبير في تخصيب الارض الزراعية عشان تنتج المحاصيل الزراعية اللي هو هيتغذى من صور في صورة اعلاف خضراء اللي هيستطيع حيوان اللحم ان يتغذى عليها. اذا من مفهوم شرح هذه العبارة تمام، برافو عليك، اذا الاجابة هنا عندي اجابة صحيحة. طيب تعال نشوف نوعية اخرى من الاسئلة او نستعرض تكمل الصح وغلط. بيقول لي ايه، تتميز حيوانات اللحم الأصيلة بأن الجسم مندمج مثلثي الشكل. هل حيوان اللحم الجسم العام أو الشكل العام أو الصفات الظاهرية بتاع حيوان اللحم هل هو مثلثي الشكل؟ طبعا الإجابة عندي هنا إن هو طبعا إجابة خاطئة، لأن حيوان اللحم بيتميز إنه يكون برميلي أو مستطيل بالنسبة لحيوان اللحم أو على شكل مستطيل كصفة شكلية من صفات حيوانات اللحم.
طيب السيمنتال هنا من اقدم انواع الماشيه التي نشات في سويسرا. طبعا السيمنتال من اهم الماشيه التي تربت وانتشرت في سويسرا، وهو حيوان السيمنتال. كذلك في نقطه اخرى هنا عند ماشيه البراهمه، اللي هي ماشيه اللي هي لها سنام عضلي واضح، بيكون هذا السنام اعلى من منطقه الكتف. طبعا اذا الاجابه عندي هنا اجابه صحيحه. سقوط جميع الاسنان المستديمه عندما تصبح الماشيه مسنه، هل الماشيه ما تكون مسنه يعني كبرت او عدت الحياه الانتاجيه بتاعتها، ايه اللي بيحصل بالنسبه للاسنان؟ اسنان بيؤدي الى الاصفرار، ثم تؤدي الى الاضمحلال، ثم تؤدي بعد ذلك الى سقوط الاسنان. يبقى اذا الاجابه عندي هنا اجابه صحيحه. في نقطه اخرى من صح وغلط، بيقول لي ايه؟ ترتفع أسعار الحيوانات في شهري مايو ونوفمبر عقب انتهاء البرسيم والضراوة. هل لما يخلص محصول البرسيم والضراوة بالنسبة كأعلاف خضراء شتوية أو أعلاف خضراء صيفية في شهر نوفمبر، هل أسعار الحيوانات دي بترتفع ولا أسعار الحيوانات بتقل؟ تمام، برافو عليك. إذا الإجابة هنا عندي إجابة خاطئة، لأن عند انتهاء موسم البرسيم بتلاقي الحيوانات اللي هي موجودة عندك في السوق بتلاقيها بكثرة، فإذا الطلب بيقل عليها فبيقل الطلب، العرض بيزيد والطلب بيقل، فبتنخفض أسعار هذه الحيوانات في فترة انقطاع محصول البرسيم أو محصول الضراوة. اصفرار الأسنان في العجول بيدل على إيه؟ أو دلالة على إيه؟ دلالة على صغر السن. هل اصفرار الأسنان بيدل على صغر السن؟ طبعا إذا هنا الإجابة عندي إجابة صحيحة. دهن المصاريكة اللي هو الدهن البطني بيسمى إيه؟ بيسمى دهن الأمعاء. تمام، إذا الإجابة عندي هنا إجابة صحيحة. وهو في زميل ليك استعرض وقال لي إن يقصد بالتسمين تكوين عضلات اللحم والهيكل العظمي، الإجابة خاطئة. زي ما قلت لك أنا في البداية، قلت لك النقطة اللي أنت ساعدتك ما أنتش عارفها، تطرق للنقطة الأخرى لحد ما ترجع تاني للنقطة السابقة وتبدأ تحل فيها. زي زميلك كان بيقول لي إن التسمين عبارة عن تكوين عضلات اللحم والهيكل العظمي، لا، ده النمو اللي هو عبارة عن تكوين العضلات والهيكل العظمي، لكن التسمين هو عبارة عن ترسيب الأنسجة الدهنية على جسم هذا الحيوان. إذا الإجابة عندي هنا خاطئة، مقصود بالتسمين هو ترسيب الدهن مش تكوين العضلات أو الهيكل العظمي لجسم الحيوان. نقطة أخرى من الأسئلة بيقول لك إيه؟ يوقف التسمين، أنا بوقف التسمين قبل وصول الحيوانات لعمر النضج الجنسي، ليه في هذه المرحلة؟ أنا بوقف التسمين قبل ما الحيوان يصل إلى معدل اللي هو النضج الجنسي، لأن الحيوان التسمين لو وصل إلى معدل النضج الجنسي هيبدأ إن هو ينخفض في تكوين اللحم اللي هو موجود، يبقى أنا في اللحظة ديت لازم أقف بالحيوان قبل ما يصل هذا الحيوان إلى مرحلة النضج الجنسي عشان ما يبدأ الحيوان يبدأ يخس. إذا الإجابة عندي هنا إيه؟ إجابة صحيحة. يقصد بالنمو ترسيب الأنسجة الدهنية في جسم الحيوان. إحنا تطرقنا من فترة، إحنا قلنا النمو هو عبارة عن تكوين العضلات والهيكل العظمي بالنسبة للحيوان، لكن النمو هنا ما يقصدش بيه إن هو ترسيب الأنسجة الدهنية، لكن يقصد بيه ترسيب الدهن على جسم الحيوان. إذا الإجابة عندي إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. من الناحية الاقتصادية، يعني من الناحية الاقتصادية، واحنا قلنا قبل كده يعني ايه جدوى اقتصادية بالنسبة لحيوان التسمين، كمية الغذاء اللي انا بعطيها للحيوان تكون اقل او ان هي تكلفتها اقل من كمية الانتاج اللي هو العائد على جسم الحيوان، عشان خاطر في النهاية يربح لي عملية التسمين. اذا من الناحية الاقتصادية لازم اوقف التسمين اذا كانت تكلفة انتاج وحدة الوزن الحي أعلى من سعر بيع وحدة الوزن الحي. إذا الإجابة عندي إجابة صحيحة. تقدم المكررات الغذائية الصحيحة من العلائق، يعني إيه تقدم المكررات الصحيحة من العلائق المتزنة؟ أنا طبعًا عندي عليقة متزنة لازم أكونها وأديها للحيوان، يبقى أنا بقدم العليقة اللي هي اللازمة ليه حسب كفاءة الإنتاجية للحيوان. إحنا قلنا في أثناء الشرح إن 1.5% أو 2% من وزن الحيوان، يبقى إذا بقدم المكررات الصحيحة من العلائق المتزنة طبقا لمعدل نمو هذا الحيوان. إذا الإجابة عندي هنا إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. تعالوا نتطرق إلى
نقطة أخرى من الأسئلة وهو صح وغلط أيضا، الأرانب حيوانات ذات معدة مركبة. طبعا احنا عارفين الأرنب عمره ما كان الأرنب ذات معدة مركبة، الأرانب ذات أو هي والخنازير ذات معدة بسيطة، أما الأبقار والجاموس والأغنام والماعز حيوانات ذات معدة بسيطة. هل الإجابة دي صحيحة أم الإجابة دي خاطئة؟ تمام، برافو عليك، إذا الإجابة هنا إجابة خاطئة، يبقى الأرانب من الحيوانات ذات المعدة البسيطة، أما الأبقار والجاموس والأغنام والماعز من الحيوانات ذات معدة مركبة. كسب بذرة القطن من مخلفات مصانع السكر، هل أنا بعد ما استخلص السكر اللي هو موجود عندي سواء كان من القصب أو من البنجر إلى آخره، هل بيفضل عندي اللي هي كسب بذرة القطن؟ لا، أنا كسب بذرة القطن بستخلصه من المعاصر، يعني من المصانع اللي ما هي مصانع عصر الزيوت وعصر الدهون، عشان كده بقدر أخرج كسب بذرة القطن من هذه المنتجات. إذا الإجابة عندي هنا إيه؟ إجابة خاطئة. رجيع الكون من مخلفات المضارب، يعني ايه من مخلفات المضارب؟ احنا بنتطرق الى محصول زي محصول مثلا اللي هو الارز، طبعا بعد عمليه الطبيب بتاع الارز بيطلع عندي حاجه اسمها رجيع الكون. رجيع الكون اللي هو بيبدا ان يغذي بيه على الحيوانات او ان انا بضيفه كعلائق للحيوانات. اذا هنا رجيع الكون من مخلفات المضارب، طبعا الاجابه عندي اجابه هنا اجابه صحيحه. أيضا تستخدم بذور فول الصويا كمصدر للبروتين والطاقة للحيوانات. طبعا أنا مصدر البروتين عندي لعلائق حيوانات التسمين هو بذر فول الصويا، ده من أحد مصادر البروتين اللي هي تقدم لي في العلائق والحيوانات. إذا الإجابة عندي إجابة هنا إيه؟ تمام، برافو، إذا الإجابة عندي إجابة صحيحة. يفضل أن تتم عملية الوزن كل أسبوعين في بداية عملية التسمين، يعني إيه؟ هل إن أنا كل أسبوعين بزن حيوان التسمين، ولا أقعد مثلا كل مثلا شهر أو كل شهرين لما أوزن حيوان التسمين؟ أنا بوزن حيوان التسمين كل أسبوعين عشان خاطر أشوف معدل الاستجابة بتاع هذا الحيوان أو عدم استجابة الحيوان لهذه العلائق، ولو لقيت الحيوان هو عديم الاستجابة بالنسبة للعلائق يبقى لازم أتخلص منه. إذا الإجابة عندي هنا إجابة إيه؟ تمام، إجابة صحيحة. يضاف السائل المفيد، السائل المفيد احنا قلنا السائل المفيد زي الملاس بالظبط كده تقريبا، بضيفه الى ماء الشرب طبقا لاعمار وحاله الحيوانات. اذا الاجابه عندي هنا اجابه صحيحه. طيب اما اجي ادرج في التغذيه على المواد العلف المعامله بالامونيا، يعني ايه مواد العلف اللي هي المعامله بالامونيا؟ طبعا عارفين ان في عندي زي القش الارز او زي الادبان برفع القيمه الغذائيه للبروتين اللي هي موجود عن طريق ان انا برفع نسبه البروتين بغاز الامونيا. اما اجي اغذي هذه الحيوانات بقى على العلائق اللي هي معامله بالامونيا يبقى لازم ادرج في التغذيه عشان ما يحصلش اضطرابات هضميه بالنسبه لحيوان التسمين. اذا الاجابه عندي هنا اجابه صحيحه. ارتفاع نسبة البروتين في علائق الحيوانات النامية عنها في الحيوانات الكبيرة، يعني ايه ان انا برفع نسبة البروتين في علائق الحيوانات النامية وبقلل نسبة البروتين في علائق الحيوانات اللي هي الكبيرة؟ طبعا الحيوان اللي هو كبير في السن خلاص، هو كبر في السن، كون الهيكل العظمي، وصل الى مرحلة ما بعد النضج الجنسي او مرحلة النضج الجنسي، هو مش محتاج بروتين عشان يكون العضلات. لكن مين اللي محتاج بروتين عشان يكون العضلات ويكون اللحوم على جسم الحيوان؟ اذا العجول اللي هي النامية او العجول الصغيرة. يبقى اذا برفع نسبة البروتين لعلائق حيوانات التسمين، يبقى اذا هنا عندي الاجابة اجابة صحيحة. تمام، برافو عليك. تنتج الاعلاف بشكل مناسب لطبيعة الحيوان، يعني ايه تنتج الاعلاف بشكل مناسب طبيعا لطبيعة الحيوان؟ طبعا انا عارف ان الاعلاف بنتجها على شكل مصبعات، هذه المصبعات في مصبعات طبعا بتبقى صغيرة وفي مصبعات بتبقى كبيرة، المصبعات الصغيرة بستدركها او بغذي على العجول هي الصغيرة، اما المصبعات اللي هي الكبيرة دي بيكون بغذيها بالنسبة لحيوان اللي هو الكبير في السن اللي هو عمر سنة او من سنة ونص لحد سنتين ان تابع نهاية موسم التسمين او مدة التسمين بحسب العمر بالنسبة للحيوان بتكون حوالي سنتين ونص الى 3 سنوات. اذا الاجابة عندي هنا اجابة صحيحة. لون الدهن في لحم الجاموس ابيض بينما في الابقار لونه اصفر، هل الكلام ده صح؟ لون الدهن بيكون لونه ابيض في لحم الجاموس عشان نسبة الكاروتين اللي هي موجودة،
اما بالنسبه للابقار فلون الدهن بيكون اصفر دايما. انت عندك اللبن البقري دايما بلونه اصفر، ده يرجع الى نسبه الكروتين اللي هي موجود. يبقى اذا هنا الاجابه عندي اجابه ايه؟ اجابه خاطئه. صحيح ليس من الضروري، يعني غير ممكن او غير جائز ان انا ادخل نظام الحاسب الالي بمصانع الاعلاف، لكن هو المفروض الحاسب الالي يخش في مصانع الاعلاف. لان مصانع الاعلاف ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اكون نسبه بروتين في العليقه، يبقى انا بجيب قد ايه في الصويا، بجيب قد ايه نخاله، بجيب قد ايه دشيشه، بجيب قد ايه ذره صفراء، يبقى انا لازم اعرف كل المكونات ديت. وفي نفس الوقت لازم يكون عندي الحاسب الالي، لان بدخل كميه العلائق او حسب التركيبه بتاعه العليقه، في النهايه بيقول لي نسبه البروتين في العليقه اللي انت سعادتك كونتها حوالي 16% او 17% او 14% او 11%. يبقى اذا لما بدخل نظام الحاسب الالي في عمليه تكوين العلائق مهم جدا ضروري عشان يوفر لي الوقت ويوفر لي الجهد عند تكوين العلائق. اذا الاجابه هنا عندي اجابه خاطئه، لكن من الضروري فعلا ان لازم ادخل الحاسب الالي. فاذا ما فيش حاجه اسمها ليس من الضروري، يعني مش لازم، لا لا الزام، لازم ادخل الحاسب الالي في مصانع الاغذيه. ضروره ان يتناسب سعه المسكن مع اعداد وحجم الحيوانات. انا طبعا عندي حوالي 10 حيوانات، طبعا انا عارف المسافه بتاع كل حيوان، الحيز بتاع الحيوان في داخل الحظيره بيحتاج قد ايه، بيحتاج مثلا حوالي 5 متر، بيحتاج حوالي 6 متر. يبقى انا لازم ادخل اقول لازم سعه المسكن تتناسب مع عدد الحيوانات اللي هي موجوده في داخل المسكن، منعا للتزاحم، منعا لزياده الانتاج، منعا الى اخره من الحاجات دي كلها، عشان اقدر ان انا في الاخر احصل على كميه انتاج عالي من اللحوم. اذا اجابه عندي اجابه هنا تمام، برافو عليك، اجابه صحيحه. ترش العجول بعد الشراء مباشره بمحلول سوبر جاما توكس. انا سعادتك انت رحت السوق وجبت حيوانات وعشان ادخلها عندي داخل الحظيره، هل انت تعرف الحيوانات ديت فيها طفيلات خارجيه او حشرات خارجيه؟ يبقى انا لازم ارش العجول بعد الشراء مباشره بمحلول سوبر جاما توكس للقضاء، او ان انا عشان اقدر اتغلب على الحشرات القشريه اللي هي موجوده على جسم الحيوان، وخصوصا اللي هي حشره القراد اللي هي موجوده انها بتمص اكبر كميه غذاء من الحيوان. معنى ذلك الاجابه عندي اجابه صحيحه. اختيار عجول التسمين من الامور الهامه لنجاح مشروعات التسمين. لازم تتفحص في السؤال، هو السؤال بيقول لك ايه؟ اختيار عجول التسمين، هل ده امر هام؟ طبعا اختيار عجول التسمين ده امر هام لنجاح مشروع التسمين. انا لو ما قدرتش ان انا اختار او اشوف الشكل الظاهري لحيوان التسمين عشان اقدر ادخله عندي، هل هو مطابق لحيوان اللحم عشان اقدر ادخله عندي المزرعه، ولا غير مطابق لحيوانات اللحم؟ يبقى اذا اختيار عجول التسمين من الامور المهمه جدا في نجاح مشروع التسمين. اذا الاجابه عندي تمام، اجابه صحيحه. كلما توفر المرعى الاخضر من برسيم وشتاء والضراوه صيفا كلما انخفض ثمن الشراء. يعني معنى ذلك ايه؟ كل ما كان عندك العلائق اللي هي الخضراء الشتويه او العلائق الخضراء الصيفيه كلما كانت متوفره بصوره كبيره، كلما ادى الى انخفاض في اسعار الحيوانات عشان اقدر ادخل دفعه التسمين داخل الحظيره عندي. اذا الاجابه عندي هنا اجابه خاطئه. كلما قل المرعى او ارتفع ثمنه كلما انخفض ثمن شراء العجول للتسمين. يعني ايه الكلام ده؟ كلما قل المرعى او ارتفع ثمنه كلما انخفض ثمن شراء العجول للتسمين. اذا الاجابه عندي هنا اجابه فعلا اجابه صحيحه. تقسيم عليق الحيوان الى عدد من الوجبات. اما اجي ادي او اقدم العلائق للحيوانات، حيوانات التسمين، لازم اقدم كميه العلائق على 3 مرات في اليوم او على 2 مرات في اليوم على الاقل. اذا الاجابه عندي هنا اجابه ايه؟ اجابه صحيحه. يبقى انا بقدمها 3 مرات في اليوم عشان اقدر اقول للجهاز الهضمي يبدا ان هو يشتغل. زي ما انت سعادتك هل تقدر تاكل طاقه وتملى المعده بتاعتك ملو كامل مره واحده في اليوم؟ لكن انت سعادتك بتاخد على 3 وجبات او بتاخد وجبتين في اليوم. عدم التدرج في التغذيه عند الانتقال من عليقه الى اخرى. يبقى عدم التدرج في الانتقال اما اغذي من عليقه الى اخرى، يعني زي خصوصا دي بلاحظها في فصل الشتاء، الفاصل بين فصل الشتاء وفصل اللي هو الصيف اللي هو التغذيه على الضراوه. يبقى انا لازم اتدرج في حيواناتي في التغذيه، او ما انتقل من التغذيه من عليقه
أسئلة عالية أخرى، سواء كان هغذي على السلاج أو هغذي على قش الأرز أو هغذي على برسيم، يبقى أنا باخدها بعملية التدريج. يبقى هنا ما يقول لي عدم التدرج، لا، لابد من التدرج العليقة بالنسبة للحيوان. يبقى أنا لازم أقدم العليقة متدرجة للحيوان، ما دخلش هذا الحيوان على نوعية معينة من الغذاء بعد ما كان بيأكل من نوعية أخرى من الغذاء. مراعاة التجانس بين الحيوانات التي يتم نقلها في وسيلة النقل الواحدة. معنى ايه الكلام ده؟ انا عندي مثلا حوالي 5-6 عجول او 10 عجول تسمين، انا هدخلهم او هنقلهم من مكان الى مكان، سواء كنت هشتريهم او ان انا كنت هعرضهم للجزارة او للذبحة الى اخره. يبقى انا لازم اخلي الحيوانات كلها اللي انا هنقلها في عربية واحدة تكون متوسط الوزن واحد وتكون قريبة من بعضها. يبقى انا لازم هنا اراعي التجانس بين حيوانات التسمين عند نقلها من مكان الى اخر. يبقى اذا الاجابة عندي اجابة صحيحة. لو تطرق الى نوعية اخرى من الاسئلة، اسئلة اللي هي صل، يعني اختار، بيجيب لك نوعين من الاسئلة، عمود سين وعمود صاد، يقول لك صل من العمود سين ما يناسب العمود صاد. اول حاجة عندي وزن الذكور التامة النمو في ماشية الشورت هورن، هل هو الشاروليه؟ هل هو 1200؟ هل هو السيمنتال؟ هل هو 1100 الى 1250 كيلو؟ طيب نتطرق الى نقطة اخرى من اهم واقدم انواع ماشية اللحم في فرنسا. انا بترك معاك فترة عشان خاطر انت هتتعدك تفكر في الاسئلة هتوصل مين مع مين. اما نيجي نوصل هنقول ايه بقى؟ وزن الذكور التامة النمو في ماشية الشورت هورن حوالي 1000 الى 1200 كيلو جرام. لكن من اقدم او من اهم واقدم انواع ماشية اللحم في فرنسا هي، تمام، برافو عليك، الشاروليه. طيب وزن الذكور التامة النمو في ماشية الشاروليه عبارة عن كام؟ تمام الإجابة هنا عندي 1100 إلى 1200. لكن في واحد سبق ليا وقال لي من أقدم أنواع ماشية نشأت في سويسرا هي فعلا ماشية السيمنتال. نشوف أسئلة أخرى من صل من العمود صاد ما يناسب العمود سين، مجموعة من العضلات الإرادية التي تغطي الهيكل العظمي بالنسبة للحيوان. ايه هي؟ اللحم. ما اجي اعرف اللحم اقول هو اللحم عبارة عن مجموعة من العضلات الإرادية التي تغطي الهيكل العظمي بالنسبة للحيوان. يقدر متوسط نصيب الفرد في مصر من البروتين الحيواني بحوالي طبعا 20 جرام في اليوم، ودي النسبة دي قليلة بالنسبة للمستهلك. الأبردين أنجز، في واحد جاوب بسرعة قبل ما نتطرق للسؤال الثالث. الأبردين أنجز فعلا نشأ هذا النوع فين؟ نشأ في إنجلترا. أما لون الجسم أحمر عدا الوجه ومقدم الصدر وأسفل البطن وخصلة الذيل فلونها أبيض، بلاقيها في ماشية إيه؟ دي كلها عبارة عن مواصفات ماشية الهولفورد، إن بلاقي الجسم أحمر ولاقي مقدم الصدر وأسفل البطن وخصلة الذيل بكون لونها أبيض. برضو اختر، أو ممكن نقول لك اختر بدل ما أقول لك سل، اختر من العمود سين ما يناسب العمود صاد. حيوان يستخدم سيرانه في الجر في العديد من البلدان. ثم البرهمة المنشأ الأصل لهذه الحيوانات هو فين؟ ثم ماشية لها سنام عضلي واضح أعلى منطقة الكتف. طبعا الحيوان تستخدم سيرانه في الجر في العديد من البلدان، وهو حيوان، تمام برافو، اللي هو حيوان الليموزين. أما البرهمة المنشأ الأصلي لهذه الحيوانات هو الهند، لكن ماشية لها سنام عضلي واضح أعلى منطقة الكتف دي طبعا ماشية البرهمة، بيكون لها سنام عضلي واضح، يعني منطقة مكتزة من الدهن فوق أعلى كتف هذا الحيوان. حيوان تنتج بالتزاوج بين ذكور البرهمة وأبقار الهيرفورد، هذا الحيوان اسمه حيوان إيه؟ تمام، اسمه حيوان الشاروليه. لو جاب لي نوعية أخرى من أنواع الأسئلة وقال لي أكمل العبارات التالية، يجي لك صورة مجموعة من الأسئلة أكمل، زي مثلا ما احنا شايفين معانا مع بعض في الصورة، مخلوط من مواد مركزة، هذا المخلوط بيقدم للعجول بيعمل على سرعة تنمية الكرش، إيه هو هذا المخلوط؟ تمام برافو، هو علف البادئ أو بنقول عليه اللي هو البادئ. طب المنشأ الأصلي لحيوان البرهمة، نشأ حيوان البرهمة فين؟ تمام، نشأ حيوان البرهمة في الهند. ماشية لها سنام عضلي واضح
اعلى منطقه الكادف. احنا لسه متطرقين في نوعيه اخرى من الاسئله وهي ماشيه ايه؟ ماشيه البراهمه، نوع من اللحوم الناتجه من العجوله الغير ناضجه. هذا النوع بيسمى ايه؟ انا عندي لحم نضج من عجول، او ان انا ذبحت هذا الحيوان وخدت منه هذه النوعيه من اللحوم. هذه اللحوم بتسمى لحوم البيتيلو، لان لحوم البيتيلو بتكون خفيفه، بتكون سهله، ما بيكونش فيها نسبه عاليه من الدهون، ما بيكونش فيها نسبه عاليه من الكوليسترول. عشان كده بنقول نوع من اللحوم الناتجه من العجول الغير ناضجه، ودي بلاحظها دايما في العجول البيتيلو اللي هي عجول الجاموس الصغيره اللي هي عمر 45 الى 50 يوم، بيبدا هذا المربي يتخلص منها بالذبح. ليه؟ عشان يوفر كميه اللبن يغطي تكاليف المزرعه اللي هو موجود فيها. نوعيه اخرى من اسئله اكمل، تربى الابل في مصر تحت النظام ايه؟ تحت طبعا عارفين تحت بيتربى الابل في مصر تحت النظام الرعوي. تقطيع وتكسير الروابط والالياف الموجوده بين خلايا النباتات بتسمى المعامله دي ايه؟ انا عندي كذا نوع من انواع المعامله، في معامله ميكانيكيه، في معامله كيميائيه، الى اخره من المعاملات. يبقى لما قطع وكسر الروابط والالياف الموجوده بين خلايا النباتات، هذه التكسير او هذا التقطيع بتسمى المعامله الميكانيكيه بالنسبه للحيوان. زي ايه؟ ان انا عندي مثلا زي مثلا الذره، الذره لازم اكسره الى دي الشيشه عشان يقدر حيوان التسمين انه يتغذى عليه. لكن انا لو اكلت حيوان التسمين حبوب زي حبوب مثلا القمح، او حبوب زي حبوب مثلا اللي هي الذره السليمه، هتنزل الناحيه الثانيه في البراز، الحيوان مش هيقدر ان هو يستفيد من هذه الحبوب. فلا بد من تكسير هذه الحبوب عن طريق المعامله الميكانيكيه، عن طريق المطاحن الى اخره، او المضارب او المكاسر اللي بتقدر تفتت لي او تقطع لي الروابط والالياف الموجوده من خلايا النباتات اللي هي موجوده عندي. تستخدم اليوريا، انا بستخدم اليوريا في تحسين مخلفات المحاصيل الحقليه. زي ايه؟ زي ايه؟ طبعا طبعا هنا عندي زي قش الارز، قش الارز انا بعامله بالامونيا، وفي عندي حاجه برضو تانية، في عندي ممكن الادبان، بعمل الادبان عشان ارفع القيمه الغذائيه لقش الارز، ثم اللي هو الادبان اللي هي موجوده عندي. لان طبعا الادبان وقش الارز ان نسبه البروتين اللي هي تعدى 1 إلى 2%، فانا برفعه الى 9% عن طريق عمليه القمر بالغاز الامونيا او بمحلول الامونيا. يتم رفع القيمه الغذائيه للعلف الماكول عن طريق عن طريق السائل المفيد. يعني ممكن يجيب لي السؤال ده صح، وممكن يجيب لي السؤال ده غلط، وممكن يجيبه لي اكمل. يبقى انا عندي عارف نوعيه الاسئله بتمشي ازاي. لما ارفع القيمه الغذائيه للعلف المأكول برفعها عن طريق السائل المفيد. السائل المفيد بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه، سواء كانت كربوهيدرات او املاح معدنيه او فيتامينات، فعشان كده برفع بيه القيمه الغذائيه لاي ماده علف او اي عليقه تقدم لهذا الحيوان. اختيار مواد العلف الداخلة في تصنيع الأعلاف بيقصد به إيه؟ يقصد به إيه؟ يقصد به تمام اختيار الجودة، إن أنا بختار نوعية الخامة اللي هي هتخش داخل تكوين العليقة، سواء كانت من الدشيش أو من الحبوب أو من النخالة أو من المضارب أو من رجيع الكون أو من رجيع الأرز أو من الجرمة أو من السرسة، دي كلها مكونات العلائق. فما باجي أختار الحاجات دي كلها بختار عشان خاطر أوصل لتركيبة عالية من الإنتاج أو لقيمة غذائية أعلى في العليقة التي تقدم لحيوان التسمين. تخصص نقط لكل عجل، بخصص قد ايه لكل عجل من مساحه الاسطبل اللي هو موجود عندي. انا عندي مثلا اسطبل، يبقى انا بخصص له قد ايه؟ هل هو بخصص له 5 متر او 6 متر؟ تمام، برافو، بخصص له حوالي 5 متر مكعب مربع من مساحه الارضيه عشان يقدر الحيوان يتجول في داخل هذا المكان ويقدر ان هو يتناول الغذاء وسقي المياه. اعطاء الحيوانات جرعات مضاده للطفيلات الداخليه مثل ايه؟ انا بدي حيوان عندي جرعات مضاده للديدان الكبديه او الديدان اللي هي موجوده عندي، عشان خاطر بخرج كل الديدان عشان في الاخر خالص بحصل على كميه انتاج عالي من اللحم. يبقى انا بعطي الحيوانات جرعات مضاده من الديدان الكبديه، عندي زي الافومات،
ان انا بدي افوماك عشان اقضي على الديدان الكبديه اللي هي موجوده في داخل جسم هذا الحيوان. ومعظم الفلاح او معظم المربي من دول ان هو بعد انتهاء محصول البرسيم اللي هو موجود عنده بيبدا ان هو يجرع هذه الحيوانات عن طريق الافوماك عشان يقدر يتخلص من القواقع اللي هي موجوده مع البرسيم بيخش داخل القرش يبدا يتغذى عليها هذا الحيوان، بتسبب في النهايه الى وجود ديدان كبديه. هذه الديدان الكبديه بتؤثر بالتاثير السلبي بالنسبه للتكوين الهيكل العظمي او تكوين اللحم على جسم هذا الحيوان. يصل النضج الجنسي في حيوانات اللحم ما بين قد ايه؟ انا عندي طبعا عارف ان في عندي نضج جنسي وفي مرحله البلوغ الجنسي، طب حيوان التسميم بيصل النضج الجنسي بعد قد ايه؟ بعد 18 الى 24 شهر، يعني بيصل الى 24 شهر الى عمر سنتين. اما يصل الى عمر سنتين ابدا اتخلص من هذا الحيوان عشان خاطر انه هتقل كفاءه تحويل التغذيه بالنسبه لهذا الحيوان، ومعامل الهضم هو هيقل بالنسبه لهذا الحيوان لان السن بتاعه بيخش في مرحله الحيوانات اللي هي المسنه او الحيوانات اللي هي الكندوز، يبدا ان هو يكون او يرسب الدهن على جسمه بخلاف تكوين اللحم اللي هو موجود على جسم هذا الحيوان. طب نتطرق الى اسئله برضو اكمل. في مزارع التسميم يمكن تتبع نمو الحيوانات من خلال ايه؟ انا بقدر في مزرعة التسمين ان اتتبع نمو هذه الحيوانات لان انا بسجل هذه الحيوانات في داخل السجلات. انا عندي حيوانات حوالي 100 200 50 30 حسب ساعات المكان او حسب كفاءة المربي، يبقى انا اقدر اتبع هذا الحيوان او الحيوان رقم واحد حيوان رقم اثنين وزنه كذا، اذا الحيوان ده صالح للتغذية صالح للاكل صالح عليه انتاجية، حيوان ده كفاءته عالية ان هو هيزيد في الانتاج، يبقى انا اقدر بتتبع نمو هذه الحيوانات من خلال السجلات. تمام، برافو عليك. يعتمد تقدير عمر الماشية على تتبع تبديل القواطع اللبنية بالقواطع النهين، هل هي القواطع المستديمة؟ تمام، برافو عليك، انت جاوبت معايا. اذا بعتمد في تقدير العمر على مدى تبديل القواطع اللبنية اللي هي موجودة بالقواطع المستديمة او بالاسنان اللي هي المستديمة بالنسبة لهذا الحيوان. طيب، بيصبح معدل الهدم اكبر من معدل البناء، ركز معايا، معدل الهدم يعني ايه معدل الهدم؟ انا باكل كتير، باكل اكل موجود معايا عندك بالنسبه كحيوان، وفي نفس الوقت ان هو هذا الحيوان بيهدم الغذاء اللي هو موجود عنده، بيكون معدل الهدم اكبر من معدل البناء في انسجه الجسم المختلفه. بس في هذه المرحله بتكون في مرحله ايه؟ انا عندي كذا مراحل، عندي حوالي اربع مراحل من مراحل النمو بالنسبه للحيوان، عندي مرحله ثبات، عندي مرحله الشيخوخه، عندي كل هذه المراحل كلها ان هي موجوده بالنسبه للحيوان من اول ما يتولد لحد ما احصل على اللحم من هذا الحيوان. يبقى بيصبح معدل الهضم اكبر من معدل البناء في مرحلة الشيخوخة. اما يصل الحيوان او هذا الحيوان الى مرحلة الشيخوخة ان بيلاحظ ان معدل الهضم بالنسبة لهذا الحيوان بيكون اكتر من معدل البناء، يعني ككفاءة انتاجية. انت سعادتك وانت صغير بتاكل اكل، الاكل بيزيد عليك اكتر من اللي هو موجود، يعني معنى ذلك اكتر من الاكل اللي انت بتاكله في جسمك بيزيد، لكن لما تصل الى مرحلة الشيخوخة تبص تلاقي ان معدل الهضم بيزيد عن معدل البناء بالنسبة لجسم الحيوان، يبدأ هذا الحيوان بيخس في مرحلة ايه؟ مرحلة الشيخوخة، وليس في مرحلة الايه؟ الزيادة النسبية المطلقة او في معدل النمو المطلق او في معدل البناء بالنسبة لمراحل هذا الحيوان. كلما تقدم الحيوان في العمر بتقل كفاءة تحويل ايه؟ النقطة دي مرتبطة باللي قبليها، كل ما الحيوان تقدم في العمر كان احنا شرحناها مع الجزء اللي فات، كل ما بيقل كفاءة تحويل الأغذية لأن الحيوان بيبدأ يتغذى، كل ما الحيوان بيكبر يبقى بيقل كفاءة تحويل الأغذية اللي هي موجودة في داخل جسم هذا الحيوان أو اللي الحيوان بيبدأ إن هو يتغذى عليها. تعال نشوف نوعية أخرى من هذه الأسئلة وهي أسئلة المقال. يعني إيه أسئلة المقال؟ ممكن يجيب لسعادتك جملة سواء كان ما الفرق بين كذا وكذا، أو إن هو مثلا يقول لك إيه ما الفرق بين النمو والتسميم؟ يعني إيه؟ وعايز يفرق بين النمو والتسميم، يعني إيه هو النمو؟ يعني عايز يعرف النمو وفي نفس الوقت عايز يعرف التسميم، هل في بعد ما عرف النمو وعرف التسميم هل في علاقة بين النمو وبين التسميم أو قد يصاحب النمو عملية تسميم؟ تعال نشوف مع بعض هذا السؤال بيقول إيه؟ ما الفرق بين النمو والتسميم؟ إذا هنا عندي تمام
سامعك بيقول لي ايه؟ هو يقصد بالنمو تكوين عضلات اللحم والهيكل العظمي بالنسبه للحيوان. انا في مرحله النمو او مرحله البناء يبدا الحيوان، هو بيبني على جسمه، في الجسم طبعا بيكبر، جسم بيزيد، الراس، الارجل، الاطراف، كل احشاء الجسم بتاع الحيوان في مرحله النمو بتبدا انها تزيد، ويبدا يكون اللحم على جسم هذا الحيوان. يبقى اذا عمليه النمو المقصود بيها تكوين العضلات والهيكل العظمي، يعني بيأسس هذا الحيوان. لكن المقصود هنا بالتسمين عبارة عن ايه؟ عبارة عن ترسيب، تمام براف، وعبارة عن ترسيب الانسجة الدهنية على جسم الحيوان، او انما بيقصد به من ناحية العملية ان هو بيجهز وبيحسن مظهر هذا الحيوان، وايضا بيحسن من صفات اللحم. يعني ايه الكلمتين اللي هم الاخرين دول؟ ان هو بيحسن مظهر الحيوان. طبعا في بعض الحيوانات ان هي كبرت في السن او انها انهت حياتها الانتاجية، سواء كان حيوان اللبن او ان حيوان التسمين تأخر شوية بعد مرحلة النضج الجنسي، بيبدأ ان هو حيوان جسم هذا الحيوان بيخس. يبقى لازم يحسن شكل هذا الحيوان، ان هو بيعطيله كمية من الغذاء زي او من الطاقة زي مثلا الذرة المجروشة عشان فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات، هذه الكربوهيدرات بتتحول الى دهون على جسم الحيوان، بيحسن شكل هذا الحيوان وبيعطي الطعم اللي هو المقبول بالنسبة لقطعيات اللحم، لان بيبقى فيه عروق دهن بين الياف العضلات اللي هي موجودة، دي ناتجة من عملية ترسيب الانسجة الدهنية على جسم هذا الحيوان. اذا التسمين عبارة عن ترسيب الانسجة الدهنية على جسم الحيوان، لكن التسمين عبارة عن الزيادة في وزن العضلات والهيكل العظمي بالنسبة لهذا الحيوان. طب لو تطرق الى نوع اخر من الاسئلة وقال لي يعني ايه، وضح اهمية تخمرات الكرش بالنسبة للحيوان. الحيوان ده بيحصل على، سواء قلت عليها خضراء عليقة مالئة، سواء خضراء مالئة او خضراء جافة، او مالئة خضراء ومالئة جافة، او ان انا بقدم له عليقة عالية من البروتين اللي هي العلائق المصنعة. طب تخمرات الكرش ايه اللي بيحصل داخل الكرش بالنسبة للحيوان للعليقة اللي هو بيتغذى عليها؟ يبقى نمرة واحد زيادة كفاءة الاستفادة من العليقة والعناصر الغذائية بها، اتنين تغيير المنتجات النهائية للهضم بما يناسب الحيوان وبيناسب انتاجه. عبارة عن ايه كلمتين؟ هو تغيير المنتجات النهائية بالنسبة لهذا الحيوان. الحيوان طبعا بيحصل على الغذاء من البرسي، في بكتيريا داخل جسم هذا الحيوان بتؤدي الى عملية الانزيمات والتخمر داخل كرش الحيوان، وبتحولها الى صورة غذاء مهضوم، يبدأ هذا الحيوان يستجيب لهذه الاغذية، ويبدأ ان جسم الحيوان بيبدأ ان هو يزيد. كذلك من اهمية تخمرات الكرش زيادة استهلاك الغذاء لمنع النفاخ او النفاخ الحاد بالنسبة للحيوان، ودي اخطر نقطة مهمة جدا بالنسبة لحيوان التسمين اللي هي عملية النفاخ بالنسبة لهذا الحيوان. لازم اقدم عليه اصح كمية عالية من البروتين بما يتناسب مع حالة الحيوان والحالة الانتاجية وصحة الحيوان. يبقى انا اقدم العليقة، هذه العليقة بتكون مستصاغة بالنسبة للحيوان، بتكون مقبولة لهذا الحيوان حتى لا تؤدي في النهاية الى عملية النفاخ، لان لو الحيوان وصل الى عملية النفاخ لهذا الحيوان والنفاخ وصل الى نفاخ حاد، يبقى في اللحظة دي بيؤدي الى ذبح هذا الحيوان. يبقى من ضمن اهمية تخمرات الكرش ان بزود استهلاك الغذاء لمنع النفاخ او التخمة بالنسبة للحيوان. سرعة تكييف الكرش مع تغيرات العليقة، يعني ايه سرعة تكييف الكرش مع تغيرات العليقة؟ في بكتيريا داخل كرش هذا الحيوان، في بكتيريا خاصة بانها بتحلل الاعلاف الخضراء اللي هي موجودة، سواء كانت اعلاف خضراء شتوية او اعلاف خضراء صيفية، الى غذاء بالنسبة للحيوان في صورة غذاء سهل الهضم. كذلك في بكتيريا اخرى موجودة داخل كرش هذا الحيوان، لان انا عندي الشبكية والورقية والانفحة، كل دي خطوات او دي كل دي اجزاء لكرش هذا الحيوان او لمعدة هذا الحيوان. عندي الشبكية، ثم عندي الورقية، ثم عندي الكرش، كل في بكتيريا موجودة في كل منطقة من هذه المناطق، وكل بكتيريا لها وظيفة تتناسب مع طبيعة الغذاء الذي يقدم للحيوان. هل الحيوان بيتقدم له غذاء جاف؟ يبقى اذا في بكتيريا تقدر تحلل السليلوز اللي هو موجود في داخل الاعلاف اللي هي المصنعه او داخل قش الارز او الادبان، بتحولها الى صوره غذاء مهضوم. في بكتيريا عندي ايضا خاصه بالتغذيه على البرسيم. يبقى اذا كل حيوان او كل نوعيه
من البكتيريا مختصة بجزء معين أو مختصة بنوعية من العليقة بالنسبة هي هذا الحيوان. عشان كده بنقول لك المنهج كله متراصم مع بعضه أو متكامل مع بعضه. قلت لك من البداية خالص إن في تدرج في الانتقال من عليقة إلى أخرى عشان خطر البكتيريا اللي هي موجودة على جسمها في داخل كرش هذا الحيوان، لأن كل جزء أو كل نوع من البكتيريا له وظيفة معينة. كذلك الإنسان نفس الطريقة، كل نوع من البكتيريا بيحلل نوع معين من الغذاء بالنسبة للحيوان. لو اتطرقنا إلى سؤال آخر بيقول لي إيه هذا السؤال؟ عرف السائل المفيد، أو بنقول عليه السائل المغذي. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن سائل يحتوي على الملاس واليوريا والأملاح المعدنية. طب الملاس عبارة عن إيه الملاس؟ الملاس اللي هو الناتج من عملية اللي هو استخلاص أو عملية صناعة السكر. الملاس أقل درجة رديئة من العسل، يعني هو يعتبر درجات العسل اللي هي السفلى. إذا الملاس هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن استخلاص السكر أو من نتيجة من مصانع السكر اللي هي موجودة من القصب. كذلك اليوريا والأملاح المعدنية والفيتامينات، كل ده عبارة عن سائل مفيد. هذا السائل بيستخدم بمعدل قد إيه؟ بيستخدم بمعدل 500 سنتيمتر مكعب لكل رأس كبيرة في اليوم. برش هذا السائل على العلائق اللي هي موجودة، سواء كانت على الأدبان أو على قش الأرز أو على أي نوع من أنواع العلاقة اللي هو عشان يقدر يرفع القيمة الغذائية لهذا الحيوان. يبقى السائل المفيد عبارة عن سائل يحتوي على الملاس، أملاح معدنية، اليوريا، الفيتامينات، بستخدمه بمعدل يعني نص لتر 500 سنتي لكل رأس من الحيوانات اللي هي الكبيرة في اليوم، عشان يقدر يرفع معدل الطاقة ويقدر يرفع معدل تحويل الأغذية بالنسبة داخل كرش هذا الحيوان أو داخل جسم هذا الحيوان. لو جه تطرق ليا في سؤال آخر وقال لي وصف لحيوان التسمين يعني إيه؟ قال لي كيف يمكنك الحكم على الحيوان المسمى من خلال شكله الظاهري؟ ازاي تقدر تعرف ان حيوان التسمين ده حيوان نموذجي لحيوان اللي هو اللحم او لحيوان التسمين، او هو حيوان التسمين وصل لهذا الحد وهيبدأ بعد كده ان هو بعد هذه المرحلة يبدأ يخس يقل، يبقى معنى ذلك ان له مواصفات معينة لحيوان التسمين. اول حاجة عندي الشكل الظاهري، تمام، برافو عليه. الشكل الظاهري لهذا الحيوان الذي تم تسمينه بيتميز بايه؟ ان الجسم بيكون عميق وعريض ومندمج وممتد باللحم. احنا قلنا في البداية ان هل ينفع ان هو يكون مثلثي؟ لا، ده هو كتلي الشكل، عبارة عن مستطيل او بنقول عليه برميلي. الاربعة الخلفية وخط الظهر وخط البطن بيكون متوازيان. لو انت جبت مكعب كده ورسمت بالطول او برميل بالطول بتلاقي القطر اللي هو الاعلى مساوي للقطر اللي هو الاسفل، يبقى يكون على شكل برميل. كذلك حيوان التسمين قمة الكتف عالية مستديرة وممتلئة باللحم، والرقبة قصيرة وغليظة، وعظام اللحم اللي هي عظام المدفونة اللي هي بتكون في مؤخرة جسم هذا الحيوان بتكون مدفونة بالنسبة للحم، يعني مش باين كشكل عظم أو كشكل ظاهري إن هذا الحيوان شكل العظمي واضح، لكن الشكل العظمي مكسو باللحم. ده اسمه حيوان التسمين، زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة. هذا الحيوان بتلاقي هل في عندك عظام بارزة سواء كان في الكتف أو في أعلى الصدر أو في الأربعة الخلفية؟ إذا الأربعة الخلفية هذا الحيوان ممتلئة باللحم، مكتظة باللحم، معنى ذلك إن هذا الحيوان وصل إلى مرحلة التسمين أو إلى نهاية التسمين. كذلك إيه تاني؟ المسافة بين الأرجل الخلفية بتكون واسعة، وعضلة الفخذ والإلية تكون ممتلئة ومستديرة، لكن حيوان اللبن بيختلف عن هذا، حيوان اللبن بيكون مثلثي الشكل، تمام؟ أما بالنسبة لحيوان التسمين بيكون برميلي، بتكون عضلة الفخذ والإلية تكون ممتلئة. الإلية دي بنلاقيها في معظم اللي هي الأغنام اللي هي الإلية الموجودة في مؤخرة جسم هذا الحيوان، دي كلها عبارة عن ترسيب الأنسجة الدهنية أو الدهون مجمعة في الإلية بتاع هذا الحيوان، بنلاقيها في أغنام الإيه أو ذكور أغنام الموجودة عندنا في مصر أو الأنواع الأجنبية من الأغنام. كذلك العظام بتكون غير ظاهرة زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة. هل هنا في عظام بتكون ظاهرة بالنسبة لحيوان التسمين؟ يبقى في الحالة دي ما اقدر اوصف حيوان التسمين، اقول ان الوجه المقدمة الوجه بيكون مربع
ما بيكونش مستطيل او يكون مستطيل ما يكونش مثلثي، لكن حيوان اللحم بيكون مثلثي. لكن حيوان اللحم هنا بيكون الوجه او مقدم الراس بيكون مربع، الكتف ممتلئ باللحم، المسافه بين الافخاذ واسعه، المسافه بين مقدم الصدر اللي هي ارجل الصدر بتكون المسافه واسعه، كذلك ان العظام اللي هي المدفونه غير ظاهره بالنسبه لحيوان التسمين. بيتطرق الى سؤال اخر بيقول لي ايه؟ قد يصاحب النمو التسمين، وضح ذلك. يعني ايه؟ هل اثناء عمليه النمو بيكون في عمليه تسمين؟ طبعا في بعض الحالات بيصاحب النمو عمليه تسمين، بس دي برائها في العمر اللي هو المبكر بيكون في ترسيب للدهن على في عمر مبكر، ودي بلاحظها في الانواع الاصيله بالنسبه للحيوانات اللي هي اللحم، بعكس الحيوانات اللحم المصريه بيبدا التسمين بعد اكتمال شكل الظاهري او الشكل اللي هو العظمي بالنسبه للحيوان، يبدا يخش في عمليه ترسيب الانسجه الدهنيه او تكوين اللحم بعد اكتمال نمو هذا الحيوان، سواء كان شكل ظاهري في او عندما بيخش الى مرحله التسمين، لان ذلك بيؤدي الى ايه؟ الوصول لحوم هذه الحيوانات الى النضج الجنسي المبكر او النضج المبكر. يبقى ايه؟ انت ساعات وانت صغير بتلاقي جسمك مليان تمام، ما فيش هيكل عظم موجود عندك، مش باين اي عظام، يبقى اذا في اللحظه دي بيصاحب دائما عمليه التسمين، عمليه النمو عمليه تسمين، يعني ترسيب الانسجه الدهنيه على جسم الحيوان، ودي بلاحظها دايما في الحيوانات اللي هي الاصيله لحيوان التسمين. لو جه قال لي نوعيه اخرى من الاسئله او بشكل مختلف جدا عن الشكل اللي فات، سواء كان اسئله مقال او اسئله صح او غلط او اسئله اكمل او اسئله صل، بيقول لي علل، يعني اذكر السبب. يراعى التدرج في التغذيه على مواد العلف المعاملة بالأمونيا. أنا عندي مواد علف زي ما أنت شايف من بعض في الصورة معاملة بالأمونيا، بعمل بالأمونيا عشان خاطر برفع القيمة الغذائية. طب ليه؟ لماذا؟ عشان خاطر أزود استهلاك الغذاء لمنع عملية النفاخ أو التخمة الحادة التي قد تصيب بهذا الحيوان. لما أجي أقدم العلاقة لهذا الحيوان، أنا عندي كومة من قش الأرز أو كومة من السلاج، ما بغذيش هذا الحيوان مباشرة على، لكن بدرج الحيوانات. إذا كان الحيوان ياخد 10 كيلو بديله 2 كيلو، بديله نوعية أخرى 2 كيلو، لحد ما أصل إلى ال 10 كيلو بياخدهم من القش المعامل أو الأعلاف المعاملة بغاز الأمونيا. كذلك بيزود كفاءة الاستفادة من العليقة والعناصر الغذائية بالعليقة. يبقى إذا ما بيأديش لعملية النفاخ، ما بيأديش لعملية التخمة، في نفس الوقت إن هو موجود فيه عندي عناصر غذائية، يبقى أنا بدرج له زي اللي بياخد واحدة واحدة. كل ما الجسم يبدأ إن هو يزيد ويبدأ يقبل هذا الغذاء، بزود كمية العليقة، بدل ما بديله 2 بديله 3، تاني يوم بديله 4 وهكذا. لكن أنا ما أخش على هذا الحيوان واعطي هذا الحيوان كميه عاليه من التغذيه بالنسبه لهذا الحيوان. طيب لو قال لي سؤال تاني، علل ادخال نظام الحاسب الالي في تكوين العلائق. احنا جبناها في صوره صح وغلط، وممكن يجي لك في صوره علل، ليه انا بدخل نظام الحاسب الالي في تكوين العلائق؟ تمام، عشان يوفر لي الوقت ويوفر لي المجهود ويوفر لي المال، وفي نفس الوقت انا برفع كفاءة التشغيل واحصل في النهاية على عليقة متزنة او على منتج عالي الجودة في وقت ايه؟ في وقت قصير. لو قبل سؤال تاني علل، بيقول لي معاملة قش الارز باليوريا او الامونيا، ليه انا بعامل قش الارز باليوريا او بعامل قش الارز بالامونيا؟ بعامل قش الارز بالامونيا او باليوريا عشان ايه؟ تمام، عشان اقدر ارفع القيمه الغذائيه لهذا العلف او لهذا القش اللي هو موجود بالنسبه في داخل المزرعه. لو قال لي في سؤال تاني علل، خفض نسبه الزيت في بعض مواد العلف الخام عن طريق استخدام طريقه الاستخلاص بالمذيبات العضويه للبذور النباتيه. انا بعمل طريقه ان انا بستخلص الزيوت من ماده العلف اللي هي موجوده عن طريق اللي هو المذيبات العضويه اللي موجوده عندي، عشان يقدر يحسن مواصفات الاعلاف المصنعه، وفي نفس الوقت هذه الاعلاف انها بتقعد عندي 6 شهور، يبقى انا ما معرضهاش للتلف بسرعه عشان خاطر فيها مرتفعه في نسبه البروتين.
ضرورة الغسيل الدوري لأحواض الشرب. أنا ليه بغسل عملية الغسيل الدوري لأحواض الشرب؟ عشان أقدر أمنع نمو الطحالب اللي هي موجودة في أحواض الشرب بالنسبة لهذا الحيوان. طيب لو في عندي سؤال يقول لي إيه؟ فرق بين أنواع الذبح الآتية. قال لي إيه؟ قال لي في الذبح الحيوي والذبح الاضطراري والذبح الصحي. يعني إيه؟ عندي جاب لي مجموعة من الذبح. عندي ذبح حيوي، في ذبح اضطراري، في ذبح صحي. تمام، برافو عليه. الذبح الصحي عبارة عن إيه؟ هو الذبح الأساسي العادي اللي أنا بذبح بيه هذه الحيوانات اللي هي السليمة. أنا عندي حيوان وصل إلى نهاية مرحلة التسمين، بقوم هذا الحيوان وهو في كامل الصحة وفي كامل اليقظة وله مواصفات معينة، هذا الحيوان بقوم بعملية الذبح عشان أقدر أحصل على هذا المنتج اللي هو اللحم. يبقى في اللحظة دي بسميه ذبح حيوي بالنسبة لهذا الحيوان. لكن الذبح الاضطراري يعني إيه؟ أنا مضطر، يعني غصب عني حدث وعندي أي فقد في أو كسر لهذا الحيوان، الحيوان عندي تعبان أو مش هيقدر إن هو هذا الحيوان إن هو هيستجيب للغذاء، حصل عملية النفاخ، حصل عملية التخمة، دي كلها مخاطر بتدور في عملية التسمين أو عند حيوانات التسمين. لو حدث لي هذه مخاطر بالنسبة لحيوان التسمين، يبقى في اللحظة دي أذبح هذا الحيوان عشان أقلل الفقد من الغذاء، أو أقلل في نفس الوقت إن أنا حرام عليا إن أنا صرفت مجهود جامد لحيوان التسمين عشان أقدر أحصل على كمية عالية من المنتج أو من اللحوم. في نفس الوقت إن أنا بذبح هذا الحيوان عند الرمق الأخير بالنسبة لهذا الحيوان، أو عند النزع الأخير. خلاص أنا أديت الأدوية، أديت كل المسكنات، كل التطعيمات خدها، الحيوان مش هيقدر يستجيب عندي، أنا عارف إن هو الحيوان هينتهي، يبقى أنا بذبح هذا الحيوان عند الرمق الأخير. في اللحظة دي اللحمة سليمة وجيدة، وطبعا بيبدأ إن هو الكشف عليها، بيسميها الذبح الاضطراري. في عندي نوع آخر من الذبح وهو الذبح الصحي. في هذه الحالة بذبح هذه الحيوانات اما يكون عندي في امراض معديه بالنسبه لهذا الحيوان. يعني ايه في عندي امراض معديه بالنسبه لهذا الحيوان؟ في الذبح الصحي ان انا في عندي حيوانات لو انا خليت الحيوانات ديت هتبدا انها تنتشر وتعدي بقيه الحيوانات اللي هي الاخرى، بذبح هذه الحيوانات وبقدر اتخلص من هذه الحيوانات عن طريق عمليه الذبح، ان انا بتخلص منها وبحرقها وبعدمها في اللحظه دي، اسمها الذبح الصحي. يبقى في عندي ثلاث انواع من الذبح، في الذبح الحيوي، في الذبح الاضطراري، في الذبح الصحي. وبركز دايما على الذبح الاضطراري، بذبح الحيوان عند الرمق الاخير بالنسبه للحيوان او عند النزاع الاخير لهذا الحيوان. بعد اجراء عمليه الذبح والسلخ والتجويف والكشف على اللحوم، داخل المجازر بيتم ختم هذه اللحوم وتبقى صالحه، بختمها حسب السن، سواء كان ختم مثلثي او ختم بيضاوي او ختم مربع او ختم مستطيل، كل ختم له نوع معين حسب جوده اللحم او حسب سن اللحم او سن الحيوان اللي هي موجود، عشان اقول لك لحم بتلو، لحم بتلوني، لحم كندوز، هل هو كبير في السن، هل هو صغير. يبقى انا الختم بوضحه عشان يقدر المستهلك يعرف لي او يظبط لي او يشوف ان هو اللحوم ديت كبيره او صغيره. لو تطرق الى سؤال اخر وقال لي وضح الشروط الواجب توفرها في المسكن الصحي الجاي. الشروط الواجب توفرها في المسكن الصحي الجيد مجموعة من الشروط. تمام، واحد بيقول لي شروط المسكن الصحي: جيد التهوية، لازم يكون جيد التهوية، ايضا بيتناسب سعة هذا المسكن مع كثافة وعدد الحيوانات، دي من ضمن الشروط بتاع هذا المسكن. ايضا في نقطة تانية: سهولة التعامل مع الحيوان وتقديم الرعاية الصحية ومتابعة حالة الحيوان، ايضا توفر مظلة لتلقي او تقي لحيوانات لعملية التسمين. أعزائي، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة.